طيبوا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على الله. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا أبواب الرحمة وسفن النجاة، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب الغرباء يا قتيل العداء يا مسلوب العمامة والرداء يا أبا الشهداء يا مظلوم كربلاء. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ونصر الإسلام والمسلمين، صلوا على محمد وآل محمد. الله صل على محمد. طبعا أيها الأحبة، هذه الليلة ليلة حوارية، نقصد بالليلة الحوارية أنه الأخوة يطرحون ما لديهم من تساؤلات ونحاول الإجابة عليها قدر الإمكان. طبعا طريقة طرح التساؤل موجود، المايكات اللاسلكية عند الأحبة، أي واحد عنده سؤال يريد يتفضل به عليه أنه يرفع إيده إن شاء الله. حاول أننا أدير الجلسة بطريقة ممتازة، يعني طبعا في الوقت اللي محدد للمجلس، وبعد ذلك إن شاء الله نعرج على مصاب أبي عبد الله الإمام الحسين وننتهي. عندنا الطريقة الثانية لطرح الأسئلة بالأوراق والأقلام، تعال لا تروح، فعنكم الأوراق والأقلام موجودة هم كذلك، أي واحد عنده سؤال
حس أن هذا سؤال شوي شخصي ويحتاج إلى أنه ما يطرحه أمام الجماعة، هم كذلك الورقة والقلم موجود، يكتب سؤاله والأحبر إن شاء الله راح يوصلونها، راح يوصلون السؤال ونحاول نجاوب عليه قدر الإمكان. الأسئلة اللي ما نقدر نجاوب عليها راح نخليها إلى الغد إن شاء الله، نحاول نبحث فيها نشوف إذا موجود إجابة إليها، إن شاء الله نقدمها إلى السائل. طبعا الإمام المجتبى عليه السلام يقول سل عن دينك حتى يقال مجنون. السؤال مفتاح العلم. القدماء سألوا تساءلوا ففتحت المدارس. القدماء تساءلوا ففتحت المدارس، ولذلك لا يوجد أيها الأحبة سؤال سخيف أو سؤال بسيط أو سؤال غبي أو ما لا، السؤال الذي يراه الآخر سؤال سخيف أو غبي أو بسيط عند سائله له قيمة، ونحن باعتبار سائله نحاول أن نجيب عليه. فلذلك أيها الأحبة إذا نبتدأ هذه الجلسة ونحاول أن طبعا عندنا 4 ليالي فاتت تكلمنا فيها في 4 مواضيع قد تكون محط إلى الأسئلة بالنسبة إليكم. ليلتين لفاتة وتكلمنا عن كمائن الشيطان، ممكن في ضمن الكلام ضمن الموضوع في تساؤلات عند الأخوة يقدروا أنهم يطرحونها. هم كذلك تكلمنا في الليلة الثانية عن التوبة ولكن من جانب علمي، وتكلمنا في الليلة الأولى عن البدايات الجديدة. إذا عندكم تساؤلات ضمن المواضيع ممتاز، خارج المواضيع هم كذلك ممتاز، بقدر الاستطاعة نحاول أن نجيب على الأسئلة. فأي أحد عنده سؤال يتفضل. سيدنا تفضل. سيدنا العزيز، مشكورين على الليالي الماضية كانت ثرية وفيها الكثير من الفائدة. أنا عندي في صلب المواضيع اللي طرحت ومن ضمن المهام اللي الملقاة عليكم وفي نفس الوقت في جانب التربية، يعني عندي في الصلاة وفي التربية وفي الأناشيد. إيه هذه طبعا في ما هو فضاء المفتوح. في الصلاة بالنسبة إلى يعني كثيرين يقولون إحنا طبعا هاي من كمائن الشيطان، أنا لما أوقف إلى الصلاة وأصلي تتنازعني الأفكار، وكل ما أبغي أرجع إلى الصلاة وخشوعي إلى الصلاة أرجع مرة ثانية أفكر وأردر. هل هذه حالة طبيعية عند الإنسان؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني في التربية، كيف أستطيع أن تكون كل حركاتي عبادة بما فيها التربية؟ يعني واحد يقول أنا الحين واقف إلى الصلاة وبكل هدوء وخشوع وسكون، هذه ما تتسق ويا الحج اللي هي كأنها ربشة في المطاف، ونفس الوقت ما تتسق ويا التربية اللي فيها بعض الأحيان يصير ضرب وسيلان دمان ويا الأولاد، شلون تصير كلها هذه عبادة؟ يعني أبغي بحيث أنه يصير، هل ممكن؟ هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث سيدنا، طبعا من الأشياء اللي معروفة عنكم بالنسبة إلى الأناشيد، كثير من يمكن حتى مهرجان عالي حصل أنه أشرفتون عليه، كثيرين يقولون أن حصل إشراف علماء، لكن نرجع مرة ثانية ما نشوف ولا عالم موجود يستمع إلى هذه الأناشيد، حتى هم نفسهم الفرق أنا باعتبار أن اتصالاتي مباشرة، ما العلماء أساسا، ما مع الرغم أن هي قابلية الشباب إلى الأناشيد وممكن حتى فيها بعضها هداية تصير لهم من خلال هذه الأناشيد. وارجع مرة ثانية أقول شغلة سلبية، أن لما نجي نشيك مثل هالسيديات نلاحظ فيها فعلا موسيقى، لكن يصير في الإشراف أنه يجيزها. هاي الثلاث أسئلة إن شاء الله، مو أنا اللي أجزت لهذا اللي فيها الموسيقى، لكن راح أبين
الضوابط وراح أبين شلون إحنا نجيز بعض الأناشيد وبعضها ما نجيز. أما من السؤال الأول اللي تكلمتم فيه، شلون أمسك طائر الخيال كما يعبر الإمام الخميني رضوان الله عليه؟ طائر الخيال هو الأفكار التي تتراود الإنسان وتتجمع إليه في أفضل أوقاته، وهي أوقات الصلاة، أوقات التي يختلي فيها مع الله سبحانه وتعالى. هل هذا أمر طبيعي أن أنا لما أوقف للصلاة تجيني الأفكار تتجمع عندي، ولما أجي أرجع بأركزهم كذلك تجي تتراودني الأفكار مرة ثانية، والشيطان يجي يحاول أنه يذكرني ببعض الأمور اللي أنا ناسنها، يسألني بعض الأسئلة اللي تخليني أندمج في هذه الأفكار وأطير؟ السؤال الجواب هو في بادئ الأمر طبعا احنا نعرف ان الشيطان يريد في جانب الصلاة لما يشوفه قايم يصلي امرين راح يحاول فيهم. رقم واحد، اما يحرق الثواب كله بطريقة انه يجعلك ترائي في الصلاة او تعجب بها. اثنين، اذا ما قدر انه يحصل هذا الامر من عندك شي يسوي يخليك تحصل اقل قدر ممكن من الثواب. شلون؟ يجي يشاغبك اثناء الصلاة، يجي يشاغب أثناء الصلاة. فشي يسوي؟ يجي يذكرك بأفكار أنت ناسنها، ذكريات طافت عليك، يجي يأخذك من مكان إلى مكان، فيطير الطائر، طائر الخيال مالك يطير، وهو هو اللي يطير هذا الطائر، هو اللي يطيره. كل ما أراد أن يثبت على غصن يجي يطيره عشان الأفكار تروح. أنا أحاول أن أنا أرجعه، أحاول أن أنا أرجعه. عملية إرجاعه صعبة، عملية إرجاعه صعبة، ولكن صعوبتها بس في بادئ الأيام، بس في بادئ الأيام. أمر طبيعي؟ نعم أمر طبيعي، لأن مداخل الشيطان مفتوحة. إحنا بنحاول فقط أن إحنا نركز على أن إحنا نسد مداخل الشيطان بس في الصلاة، لا، احنا نحاول نركز على ان نسد مداخل الشيطان في كل مكان في كل وقت، فيخف حضوره الينا في الصلاة. ولكن اذا حضر الينا في الصلاة وحاول ان يشاغبنا ويشتت افكارنا، نحاول قدر الامكان ان نركز افكارنا. بيطير الطائر بس انا احاول ارجعه. في بادئ الامر بيكون الامر صعب على من توه بادئ في مرحلة السيطرة على الأفكار. في بداية الأمر راح يكون صعب، ولكن بعد ممارسة، وكما أعتقد أنها إذا تمت في خلال 40 يوم، بعد ممارسة لمدة 40 يوم، لمدة 40 يوم، بعد ذلك ممكن أنك أنت تسيطر على هذا الطائر، ولا يستطيع الشيطان أن يحاول أن يشتته، ما رح يقدر. ليش 40 يوم؟ لأن أيها الأحبة رقم 40 علميا ودينيا، رقم 40 علميا ودينيا له أثر على حياة الإنسان، مو 40 كرقم، لا، المداومة لمدة 40. من حفظ منا أو من حفظ لنا 40 حديثا، أو من أخلص لله 40 صباحا، أجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. هم كذلك علماء البرمجة اللغوية العصبية يقولون نفس الكلام، يقولون أن العقل يتبرمج عقب 21 مرة من التكرار. عقل اللاواعي مالنا، العقل اللاواعي مالنا لغته التكرار، عقب 21 مرة من تكرر عليه نفس الشيء يتبرمج عليه، يتفاعل وياه. لما توصل إلى 40 خلاص تصبح عادة بالنسبة إليك. فأنا أقول للأحبة حاولوا أن أنتون تشوفون. لذلك لأن كثير من الأحيان بعض العرفاء يعطون بعض التمارين السلوكية لمدة 40 يوم، يعطون بعض التمارين السلوكية لمدة 40 يوم. احنا شنو اللي نقوله؟ نقوله حاول أنك أنت تسيطر على طائر الخيال لمدة 40 يوم، بيروح وبيرجع، لكن حاول في مدة 40 يوم، الصلوات الموجودة في هاي 40 يوم، شهر رمضان مثلاً، لأن شهر رمضان الوضع فيه مفتوح أزيد، أجواء عبادية أكثر،
الإقبال على الله سبحانه وتعالى أزيد. حاول في هاي الأربعين يوم أنك تسيطر على طائر الخيال إضافة لعشرة أيام من شوال. بعد ذلك راح تصير سهلة عليك جدا قضية السيطرة على الأفكار أثناء الصلاة. راح تصير سهلة عليك السيطرة على الأفكار أثناء الصلاة. هذا السؤال الأول جواب. السؤال الثاني، شلون احنا نوفق بين الصلاة الهادئة الخاشعة الحج اللي فيه مزاحمة وفيه ضجيج، وبين التربية بين وبين الأولاد، وخليهم كامل عبادة لله سبحانه وتعالى. هذا عبادة وهذا عبادة وهذا عبادة، وتختلف الأجواء بالنسبة إليهم. احنا نقول لأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا أن يريد منا أن نمتثل لأمره. احنا نقول هذا الكلام، الله يريد من عندنا أن نمتثل لأمره. إيش ما يريد نقول له على رأسي، إيش ما يريد نقول إليه خلاص تم. تريدني أن أنا أطوف على هذا البيت سبعة أشواط؟ تريدني أن أنا أسعى بين هذين الجبلين سبعة أشواط؟ تريدني أن أنا أمسك حالي وأربي أولادي بصورة صحيحة كما أردت أنت؟ أنا أقول له على رأسي، كما تريد أنا أعطيك، كما تريد سوف أمتثل. الثلاثة يجمعهم هذا العامل الامتثال. الثلاثة يجمعهم هذا العامل، عامل الامتثال. الله يريد من عندي أن أنا أصلي بهذه الطريقة الخاشعة الهادئة، أنا راح أمتثل. يريد من عندي أن أنا أحج والحج مبني على التعب والمشقة، أمتثل. يريد أن أنا أربي وأتعامل مع جيراني وأتعامل مع أولادي مع هذه الاختلافات في الأمزجة واختلافات في النفسيات والاختلافات في العوائل وإلخ، أمتثل. كما تريد يا رب سوف أقوم. لذلك هني يسمونها رياضة. له شنو معنات رياضة النفس؟ رياضة النفس أن أنا أرور نفسي للامتثال إلى هذا الأمر. أنا مو قاعد أتقبله باعتبار أن نفسي صعب عليها أنها تتقبل هذا الأمر، لكن لابد أن تروض نفسك لكي تمتثل إلى هذا الأمر. تروض نفسك لكي تمتثل إلى هذا الأمر. مثل الأمر شنو؟ أنك أنت تشتغل في شركة، من مهامك الوظيفية أنك تقوم بهذا الأمر اللي هو ثقيل على قلبك، اللي هو ثقيل على قلبك، لكن لازم تقوم به لأن هذه مهامك الوظيفية. أنت تمتثل إلى هذه الأوامر اللي تجيك من رب العمل وتقوم بها. الفرق وين؟ الفرق أن هناك أنت تقوم به لأجل الأجر والمعاش الموجود في نهاية العمل، ولو أنك خليت بينك وبين نفسك لتركت. وهني أنك لا، مع الله سبحانه وتعالى أنت تقوم بذلك شكرا إليه وحمدا إليه. الصلاة شكر، الحج شكر، العبادات الثانية شكر من عندنا لله. ليش؟ لأنه أوجدنا، لأنه أعطانا، لأنه أنعم علينا. فالصلاة شكر، شكر منك إلى الله سبحانه وتعالى. الجامع بينها شنو؟ الامتثال. وإحنا عندنا في الإسلام الحمد لله رب العالمين ماكو تفصيل ولا صغير ولا صغير إلا والإسلام فيه رأي وفيه حكم. الآن إذا ما اكتشفناه الخلل فينا، مو الخلل في الإسلام. وإن شاء الله في الليلة راح نتكلم عن حركية الإسلام في حياة الإنسان، راح نبين هذا الأمر بصورة أوضح. السؤال الثالث اللي هو عن الأناشيد. طبعا إحنا نرى أن كل طريقة ممكن أن إحنا نستعملها للقرب إلى الله سبحانه وتعالى مطلوبة. كل طريقة نأمل أن فيها قرب إلى الله سبحانه وتعالى مطلوبة، ولكن إحنا نحذر من أن تكون هذه الطريقة فيها غضب لله، وبدل ما يكون قرب يصير ابتعاد، ولما يصير قرب يصير ابتعاد. انجي إلى قضية الأناشيد. قضية الأناشيد شنو المشكلة فيها؟ أول، الأناشيد فيها أمرين، فيها الصوت اللي يؤديه المنشد، وفيها الموسيقى التي تصاحب هذا الصوت. فيها الصوت وفيها الموسيقى التي تصاحب هذا الصوت. أما الصوت ماله فمطلوب من عنده أن لا يكون مشابها إلى مجالس الفسق والفجور، وألا يكون فيه ترجيع مطرب إلى سامعه.
ما يكون فيه ترجيع مطرب إلى سامعه. يعني حتى لو شلنا الموسيقى أيها الأحبة، جبنا هذا أبو الصوت الحليو وقعد هني وقام يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، وقراءة للقرآن خلتني أطرب. ما يجوز لي أن أسمع حتى وإن كان يقرأ القرآن. رجع بصوته بطريقة لهوية، بطريقة لهوية أنا ما يجوز لي أن أسمع هذا جزء. طبعا إذا ما قام بهذا الأمرين، أي ضابطتين مو منطبقة عليه، فهذا إحنا مو مشكلة نقول لكم سمعوه. يجي لنا قضية الموسيقى. الموسيقى عندنا في بعض الآلات عندنا فيها إشكال، لأن وردت فيها روايات معينة. المزمار وردت عندنا روايات فيه، العود وردت عندنا روايات فيه، فاستعمالهم بشكل حقيقي. يعني شنو بشكل حقيقي؟ يعني هذا لما راح يسجل في الاستديو استخدم المزمار، هو الآلة هي، ما استخدم الصوت الخارج المشابه إليها، استخدم الآلة أو استخدم العود، هو جابوا إليهم واحد يضرب العود وضرب إليهم العود بنفس الطريق. هذا عندنا مشكلة فيه إذا استخدم هذه الآلات. فعشان كذي لما يجيبون الأخوة إلينا بعض الأناشيد، نجي نسألهم إحنا استخدمتون أي آلات فيها؟ أكثر الموجود عندنا أنهم يستخدمون الأورج، والأورج هذا موجود فيه كل الآلات، مو نفسها صوتها، ليه مقدرة معينة أنه يطلع أصوات الآلات بهذه الطريقة يجوز أن احنا نستخدمه. يبقى عندنا الضابطة الثانية وهي مناسبته إلى مجالس الفسق والفجور. أنا أجي أشوف هذا، وطبعا هذه المناسبة من اللي يحددها أن هذا يناسب مجالس الفسق والفجور وهذا ما يناسب؟ شو تقولون أنتم؟ من اللي يحددها؟ العرف. أحسنتم، من العرف؟ السؤال هذا من العرف؟ العرف أنا وأنت، بقية الناس، أو لا في عرف خاص؟ أهل الاختصاص هم العرف، عرف الخاص نقول. من هم العرف الخاص؟ اللي يعرفون في الموسيقى، المتخصصين في الموسيقى. أنا أجي أنا كطالب، لذلك تشوفون أنتم بعض طلبة العلم يسمونه يختلفون، يقول لا هذه محرمة، هذا يقول واحد ثاني لا هذه محللة. يعني إحنا نشرف على بعض المهرجانات اللي يطلع فيها كله كما نراه على أساس الضوابط الصحيحة، ممكن سماعة مو محرم سماعة، لكن يجي واحد ثاني يقول لا شلون أنتم سويتوا، شلون مشيتون هذا، شلون طوفتون هذا، شلون هذا كذا. إحنا نقول أنه أهل العرف اللي هم الموسيقيين يجون يحددون يعرفون. لذلك احنا دائما ما نعطي هذه التوصية وكلمنا فيها مرارا، ان احنا نحتاج الى منشدين، مو بس صوت حليو ويعرف يعني يلقي، لا، نحتاج الى منشد متفقه، ونحتاج الى موزع ومسجل متفقه، استديو متفقه، موسيقي متفقه. هذا يعني عرف شلون يحدد أن هذه الأنشودة من تناسب مجالس الفسق والفجور أو ما تناسب، وإحنا على هالأساس نجي نحدد. لذلك إحنا في المهرجانات، مو بس إحنا يعني كطلبة كمتخصصين دينيين، لا، يكون يعني بعدهم كذلك موسيقيين وهم كذلك متخصصين في الأصوات، وكلهم يعطون رأيهم. في النهاية إذا شفنا أنه فعلا فيها الحرام بين، نطوف، لأن فيها مسؤولية شرعية علينا وفيها مسؤولية شرعية على الناس اللي بيسمعونها. طبعا من هني أنا أقول إلى الأحبة أن أنت روح راجع شنو هو يقول فقيهك في هذا الجانب، لأن مثلا عندنا بعض الفقهاء حرام، مو بعد موسيقى وكذا وكذا، لا، أقل الطرق حرام. الشيخ زيد سيد القلبيقاني، الفقهاء القدامى يقولون بهذا الشيء. فلذلك أنت لازم تراجع فقيهك وتشوفه شنو هو يقول في هذا الجانب. زين، ناخذ سؤال. حبذا سيدنا لو تتفضلوا بنصائح لنا حول ما ادري شلون حاليا من المشاكل التي نعاني منها من تربية الناشئة حاليا، و
والإحضار الخلقي وإهمال وأولياء الأمور من تربيتنا وتركهم في الشارع وتارة وثارة المشاكل. أيها الأحبة، الآباء بشكل خاص، التربية عندنا إسلاميا، أنا أنصحكم أن أنتم تتعرفون على التربية من ناحية إسلامية. التربية عندنا إسلاميا تبدأ من متى؟ تبدأ من تخيروا لنطفكم. التربية إسلاميا تبدأ من تخيروا لنطفكم، فإن الخال أحد الضجيعين أو أن العرق دساس. تعال اختار إلى نفسك الزوجة الصالحة. لذلك اجي الروايات الثانية اللي تقول إلينا عليكم بذات الدين، تنكح لكذا ولكذا لكذا، عليكم بذات الدين. زين، بعدين أنت لما تأخذ هذه الزوجة لابد أن تراعي الله سبحانه وتعالى وأحكام الله سبحانه وتعالى في كل حركة وياها وفي كل سكنة. لذلك احنا عندنا مستحبات إلى ليلة الدخلة، ولابد أن احنا نقوم بها، ولابد أن احنا نلتفت إليها. ليش؟ لأن لها أثر على هذا الجنين اللي راح يتكون في رحم هذه المرأة من وراء هذه الليلة. لها أثر أن يأخذ بناصيتها ويتوجه إلى القبلة ويدعو بأدعية معينة، يتصدق ما شابه، هذه لها آثار. خلاص هذا الابن تكون في الرحم، انتهى الأمر عند الإسلام. من الشهر الأول إلى 9 شهر في كل شهر موجود مستحبات، في كل شهر موجود مستحبات، إلى حتى نوعية الطعام، إلى حتى نوعية الطعام. الإسلام يقول أنه تأكل كذا إذا عشان الولد يصير ذكي، تأكل كذا عشان الولد يصير جميل، تأكل كذا، موجودة. إنزين، ولد هذا الولد، شوفوا الحين عندنا من وين؟ من تخير نطفكم إلى أن ولد، إلى أن ولد. أول ما يولد عندنا بعد مستحبات، أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى ويعاق عنه في 7 يوم ويحلق ويتصدق بوزن شعره، كل هذه مستحبات لها دور، لها دور. زين، انتهى الأمر هني، هذا كله تربية. التربية مو بس أنك أنت تمسك وتعلمه، لا، كل هذا تربية، كل هذا اللي قاعد نقول عنه تربية. احنا نشوف اهل البيت عليهم السلام بهي الطريقه ربوا اولادهم. انزين، قمنا بهذه المستحبات، سوينا اشياء كثيره الى ان يوصل الى 7 سنوات. جاء الينا، خلى الينا الاسلام، الاسلام خلى الينا عنوان عام: ابنك سيدك 7 سنين، عبدك 7 سنين، صديقك 7 سنين. تعال انت الان طبق، ابنك في 7 سنين الأولى عاملة معاملة الأمير، وإحنا فعلا نعامل معاملة الأمير، بس مو فاهمين القضية كيف، يعني كيف أننا عاملة معاملة الأمير؟ يعني أنك في 7 سنوات الأولى ممنوع أنك أنت تعاقبه، تضربه، ممنوع، لأنه للآن ما عنده إدراك إلى أنه الصح والخطأ شنهو. وعندنا المميز فقهان، المميز فقهان من أي عمر؟ 9 و10 و11، هذا مميز، أقل مو مميز. في هذا إذا أردت أنك تعاقبه، تعاقبه بشيء حرمان، أنك أنت تحرمه منه، أنك أنت تحرمه من شيء يحبه، يطالع التلفزيون، أمر معين، تنيمه من وقت، تخليك، بس هذه طريقة العقاب، تتعامل ويا معاملة الأمير. أما إذا دخل 7 الثانية دخل مرحلة التأديب. مرحلة التأديب مو مرحلة الضارب، تأديب يعني خلاص انفتح المجال إلي حين أراويك، لا مو بهي الطريقة. تأديب يعني تعليم، تأديب يعني تعليم الصح والخطأ، شنو الصح شنو الخطأ، يتعلم في هاي 7 سنوات إلى أن يصل إلى 14 سنة. دخل الآن مرحلة المراهقة، في مرحلة المراهقة يحتاج إلى الصداقة. لذلك أنتم تشوفون أن المراهقين أقرب ناس إليهم من أصدقائهم، يطلع أبوه خارج الدائرة وأمه وأهله وكاملهم داخل دائرة كلهم أصدقائه، تشوف لهم جو معين، فكر معين، حالة معينة، كله قاعدين ويا بعض، كله ويا بعض. فأنت إذا أحكمت قبضة التربية من البداية بيصير سهل لما يوصل إلى مرحلة أنه يطلع في الشارع ويقعد في الطرق وما شابه، أنك تسيطر عليه.
أما إذا لا أوكلت عملية التربية إلى التلفزيون، أو أوكلت عملية التربية إلى الآخرين، أو أوكلت عملية التربية لشيء ثاني، ما بيصير هذا موجود، بيصير صعب عليك لما يدخل مرحلة المراهقة أنه السيطر عليه. فالتربية تبدأ من تخيروا لنطفكم. الآن شو نسوي كآباء؟ صادقوا أولادكم. أنت الحين شوف ابنك في أي فئة من العمر، السبعة الأولى والثانية أو الثالثة، وتعاملوا إياه على أساسها، تعاملوا إياه على أساسها. طبعا عندي أنا إن شاء الله مواضيع في هذا الجانب، شلون تتعامل مع المراهق بشكل خاص، لكن ما ضمنها في هذا البرنامج. إن شاء الله إذا الله يسر إلينا في يوم من الأيام نقدمها إليكم بشكل ثاني. إذا في أسئلة تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا، بالنسبة لموضوع الشيطان الرجيم، ويعني في جانب آيات كريمة وحديث تخوف كثير من الشيطان، عن الشيطان وحبائله، وفي جانب آخر آية كريمة تقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فنبغي التوفيق بين هذين. بلي، هو لما تتكلم الآيات أو الروايات عن الجو شنو نتعامل مع الشيطان، مو تخوف، تحذر، تحذرنا أن هذا الرجل، هذا المخلوق ما يريد إليك الصلاح، لا تتبعه. فهي تحذر. إنزين، تحذرنا من شنو؟ فتقول إلينا أنه إذا اتبعت الشيطان راح يوردك موردة، راح يوديك النار. إذا اتبعت الشيطان راح تخسر حياتك، إذا اتبعت الشيطان راح تخسر طاقتك، نفسك، روحيك، ارتباطك مع الله، مع الله سبحانه وتعالى. هذه كلها تحذيرات من هاي الأشياء أنك أنت تطيح فيها إذا اتبعت الشيطان. هي من جهة. الجهة الثانية، فعلا وأمس بينا هذا الأمر، أن الشيطان ضعيف. ضعيف شلون؟ لأنه في قبال الله سبحانه وتعالى، أنا إذا ارتبطت بالله، بعد الشيطان شو قال قوته في قبال قوة الله؟ شو قال قوته؟ ومحسوبة، موجودة. أنا ما يصير أقول أن هذه ذرة الرمل في قبال عطارد، ما موجود هذا أصلا وجه للمقارنة. فبهي الطريقة ضعيف، لأن أمامي إذا أنا ارتبطت بالله سبحانه وتعالى. أما بيني أنا ونفسي، إذا خليت أنا ونفسي، أنا ضعيف بعد، أنا ضعيف، أنا أشياء واجد تختلجني، أفكار واجد تأخذني وتعطيني، أشياء واجد أحتاجها. كل ما زادت حاجة الإنسان زاد ضعفه، كل ما زادت حاجته زاد ضعفه. لكن أنا إذا ارتبطت بالله سبحانه وتعالى، أنا قويت، قويت بقوة الله سبحانه وتعالى، صار الشيطان أمامي ضعيف، صار الشيطان أمامي ضعيف. ناخذ سؤال منه. استشهد في الليلة الماضية ببعض الأحلام الواردة عن بعض الصلحاء والعلماء، فهل السيد، ما أدري شنو هذه، مع الأحلام والتي يذكرها بعض العلماء يستشكل فيها البعض الآخر؟ استشهدنا أمس بحلمة واحدة بس، حلمة ذاك اللي هي قصة ذاك اللي قال للشيطان أنت ما تحتاج إلا كذي، تذكرونه؟ بس هذه اللي استشهدنا بها. وأنا مو من النوع اللي أتعاطى مع الأحلام وأعتبرها شواهد، وإنما هذا أمر ما إليه مدخلية كبيرة. أما الأحلام هي بما هي، هي لها حضور في حياتنا أو لا؟ بلا شك إحنا نعتبر الأحلام لها مدخلية في حياتنا. قصة النبي يوسف قصة النبي يوسف كامل مبنية على الأحلام، ولكن الرؤى منها، الرؤى، الرؤى منها، والرؤى هي الأحلام الصادقة، وإليها يسمونها بعض الدلالات المعينة، لها بعض الدلالات المعينة، الليالي الصادقة ما شابه أن تكون بالليل ما تكون في النهار، وإليها دلالات معينة. أما هل الأحلام دليل على ممكن أعتمد عليه في حياتي؟ لا، ما أقدر أعتمد عليه في حياتي. خلني أجيب إليكم قصة بعد عشان أصير في ضمن ذيك القصة. يعني يقال أن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، أحد مراجعنا العظام سابقا، هذا كان يدرس
في أحدى الجوامع، فدخل أثناء الدرس دخل مجنون إلى الجامع، فقال إلى اثنين من طلبته قوموا أخرجوه، فقاموا اثنين وطلعوه. بالليل راح ينام، فحلم في المنام جله واحد وقال إليه هيئة وما شابه، قال له إذا باكر المجنون دخل الجامع لا تطلعه. انتهى الحلم. يوم ثاني على مجلس في مجلس الدرس دخل المجنون، فقام قال لاثنين من طلبته قوموا طلعوه، طلعه. بالليل جاء إليه هذا قال إليه أنا أمس قايل لك لا تطلع، ليش تطلع؟ باكر إذا جاء لا تطلع. فيوم ثاني في المسجد دخل المجنون، قام قال لاثنين من طلبته قوموا طلعوه، طلعوه. بالليل حلم، جاء إليه هذا قال إليه إيش فيك أنت هذا المجنون، ليش تطلع؟ أنا قايل لك مرتين لا تطلع. فقال إليه إحنا على شوف الفقهاء مالنا كيف حتى يستدلون في الأحلام، قال لي إحنا في عباد الدليل، والدليل يقول أن المجنون لابد أنه ما يمكن من المسجد. فقال له إنزين أنا قاعد أقول لك، قال له إحنا ما نعتمد على الأحلام في الحلم، ويقول إليه إحنا ما نعتمد على الأحلام، الحلم مو أحد الأدلة، الحلم مو أحد الأدلة، إحنا نعتمد على الدليل اللي يوصل إلينا بطرقه المعتبرة، أما الحلم مو دليل. هسه الحين أنتم بعد فهموها، أي واحد يجي يقول إليك أنا حلمت بسيدة فاطمة الزهرة وجليك ما أدري شلون. سؤال ني سيد تفضل. السلام عليكم. السلام سيد. سيدنا بس أنا عندي سؤال، يعني هو رأيه سؤال، هل نحن في البحرين أمام غياب المشروع الإسلامي؟ يعني بشكل أوضح احنا عندنا مؤسسات بلا مشروع، يعني كل اللي عندنا ان انشطه، هل هذه الانشطه اللي قاعد تقام تخدم هدف واضح، يعني ان هذه المؤسسات الاسلاميه سواء التوعيه والمسلمايه او اي مؤسسه تخدم هدف ان في بال اللي فيها ان يبون يوصلون اليه، وان شنو هو الهدف؟ لان اللي يبين خلال السنوات الطويله ان نحن قدام انشطه، يعني انشطه متفرقه، وهالأنشطة يبين ما في هدف يبين ينوصل إليه، وفي غياب الرؤية والاستراتيجية، وفوق هذا في غياب تبنوا للكوادر، يعني عندنا واجد كوادر لخلنا نسميها الطبقة المثقفة ولكن غايبة عن المجتمع، يمكن هي بنوع معين مبتعدة. غايبة لو مغيبة باثنين؟ لا مو مغيبة، غايبة. وفي نقطة إذا بنقيس تجربتنا في البحرين مثلاً بتجربة لبنان، سوى حزب الله في الجانب أتكلم يسمونه الإسلامي يعني الثقافي، وتجربة مؤسسات المرحوم سيد محمد حسين فضل الله، نشوف هناك وين وصلوا وإحنا وين وصلنا. خلنا نقول إحنا عقب مثلاً اللي استوى في 14 فبراير، خلنا نقول عقب من 2000 إلى 2010 فترة شبه رخاء، لكن إحنا ما بنينا روحنا، وضاعت 10 سنوات لا مؤسسات ولا قدرنا نبني أي شيء. على أي شيء عاد؟ يعني هو في جانب من الكلام اللي أنت تقوله فيه نوع من الغيرة والصحة، لكن مو مجملة بشكل صحيح، بل بالعكس في موجود يعني المؤسسات الموجودة، طبعا هذا يحتاج لنفس المؤسسات هم اللي يتكلمون عن أنفسهم، لكن بما أراه أنا لا أشوفه أن في فعلا موجود عندهم مشاريع، موجود عندهم مشاريع مو أنشطة، بحيث أنها تخدم وفي نتائج. الآن المشكلة أن إحنا تسويق نتائج مالنا ضعيف، التسويق مال نتائج مالنا ضعيف، من جهة ممكن أن قلة المعرفة في هذا الجانب، وممكن جهة ثانية أنه بعض المؤسسات تشوف أنه تسويقها مو مطلوب، أهم شيء أن أنا سويت، أن أنا أنتجت،
يعني مثلا احنا موجود عندنا في البحرين كثير من مشاريع التعليم الصيفي، وهذه تنتج إلينا بشكل سنوي كثير من الناس الذين يعرفون الصلاة والصوم ويعرفون بعض أمور دينهم المبتلين بها. احنا ما نقدر نغض البصر عن هذين ونقول إنه ماكو إنتاج. موجود، موجود عندنا بعض المؤسسات اللي ترعى الحالة الثقافية الدينية في البلد، موجود عندها بعض النتاجات. القضية أنه تسويق النتاج والإعلان عنه ونشره ممكن فيه خلل، لكن موجود، موجود. احنا نطمح الى الافضل، ممتاز. هل نقارن تجربتنا في البحرين مع التجربة الموجودة في لبنان مع انهم ابتدأ احنا مبتدئين تاريخيا ابعد منهم؟ احنا لابد ان احنا ننظر الى الامر قياس مع الفارق. احنا لازم اذا نبي نقارن بروحنا بهم لازم نشوف جميع مواطن القياس موجودة. احنا لما ننظر الى تجربتنا تجربتهم فيه، في عندنا كثير، وفي من الأمور اللي ما نقدر نتحرك فيها بظرف أو بآخر هم عندهم مفتوحة، هم عندهم مفتوحة. نطمح إلى أن نحن نوصل إلى مؤسسات مثل ما موجود، أن مؤسسات بهذه العظمة ممكن. الطبقة الثقافية غائبة أو مغيبة؟ في وجهة نظري غائبة، هي غائبة بلا شك. إحنا نحتاج، وفي كثير من المؤسسات اللي باطلاع شخصي قريب منها يحتاجون إلى الكوادر. تعالوا يا جماعة، تعال أنت شو تريد، أنت شو تريد إحنا بنقدم إليك. ما موجود، ما موجود. فإحنا نتمنى من كل الأحبة أي واحد عنده طاقة يعمل في قريته أو في المؤسسات الموجودة. الآن المجلس العلمائي مو موجود، لكن بقية المؤسسات موجودة، وبقية خصوصا المؤسسات الموجودة في القرية. وأنتون عندكم في المرخ مجال العمل واسع وممتاز، وإحنا قاعد أشوف أن هذا مو متكرر وموجود في كثير من القرى الثانية. لازم بعد نحسب العقبات ونحسب التحديات الموجودة. آخر سؤال من هني، إذا الصائم بلع ريقة فهل يبطل الصوم؟ طبعا إذا إذا جمع ريقة في فمه، إذا جمع ريقة في فمه وقصد من ذلك أنه يشربه، أنه يخفف على روحه العطش، يبطل الصوم. أما لا، إذا بعملية طبيعية يبلع ريقة عليه بالعافية. السلام عليكم سيد. يعني سؤالي عن الحد الفاصل بين الحرية الشخصية وال خلنا نقول يعني فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقريبا خلني أقول انحصر على فئة العلماء يمكن، وحتى الكثير من العلماء يمكن بعد صاروا يتحرجون يدخلون حتى في الأمور العادية، صار ينظرون في الأمور العمومية وإلى آخره. أما احنا كأفراد في المجتمع اليوم دائما نضع هذا الحاجز منه ونخاف من ردة الفعل في مسألة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ودائما نقول أوكي ما نقدر نفرق، ما نقدر نفرق، ما نقدر نفرق بين هل هذه حرية شخصية لازم أتدخل أنا أو ما أتدخل. طبعا لابد نحن نبين رؤية الإسلامية إلى الحريات، الرؤية الإسلامية إلى الحريات. الإسلام أعطى للإنسان حرية واسعة، مجال وهامش واسع من الحرية، لكن خلى بعض الحدود لهذه الحرية، لأن الحدود هذه موجودة عندما يحاول الإنسان أن يتعدى على حرية الآخرين، أو إما أن يتعدى على حرية الآخرين أو يتعدى على حرية النظام الإسلامي. يعني جاء واحد قال أنا بشرب خمر، حرية شخصية، كيفي أنا اللي راح أنظر؟ نقول لا لا، مو حرية شخصية، هذه راح تتعدى على حرية النظام، على يعني إمكانية النظام من تسيير الحياة الاجتماعية الإسلامية، لأن هذا أنت راح تشيع الفاحشة.
لما أسمح إليك أنك أنت تشرب الخمر باكر الثاني بيقول أنا بعد أنا بيشرب، الثالث بعد راح يشرب، الرابع خلاص كل واحد يشرب. وإنزين وين هذه سال قضية أن الخمر والميسر وين هي؟ فلذلك أمنعك لأنك راح تأثر، أمنعك لأنك أنت راح تأثر على الحرية المجتمعية كامل. إنزين أنا شنو تكليفي؟ تكليفي أيها الأحبة، تكليفي أيها الأحبة أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا التكليف مثل التكليف مثل الصلاة، مثل الصلاة، ماكو فرق. الصلاة واجبة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب. الآن صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شلون؟ في له صور متعددة. أول شيء له مراتب، هذه المراتب على أساس التشخيص الذي يشخصه المكلف. أنا أقدر إن أنا أمنع بإيدي، وجب عليك إنك أنت تمنع بإيدك. أقدر ما أقدر أمنع بإيدي، أقدر إن أنا أمنع بكلامي، وجب عليك إنك أنت تمنع بكلامك. ما أقدر بكلامي، أقدر بالقلب إن أنا أستنكر، وجب عليك إنك أنت تستنكر. فهذه المراتب. الآن أجي أقول إليكم أنتم كمكلفين، خب ليش أنا أقول يجي سا قضية الحرية الشخصية؟ لأن في البعض تخلى عن دوره وعن تكليفه. لو أن المجتمع كله وقف وقف أمام ظاهرة سيئة من الظواهر اللي تفتكب به وقال هذا الأمر لازم ما يتكرر، انتهى الأمر، ما راح يتكرر هذا، لأنه تكليف الاجتماعي موجود، كلنا لازم نتحرك. أما إذا كان واحد يتكلم بروحه أو يتحرك بروحه راح يصير فيه خلل في الموضوع. طبعا الوقت داهمنا، وهني عندي سؤالين، باخذ سؤال واحد: كيف التخلص من العادة والتعود في العبادة لأنها مدخل للشيطان، والفرق بين الحلم والرؤى؟ الفرق بين الحلم والرؤى، طبعا الحلم ما تكلمنا الظاهر عنه يعني وجاوبنا عليه. الفرق بين الحلم والرؤية، الحلم ممكن تكون أضغاث أحلام، ممكن أن الحلم يكون إرهاصات الحياة ضاغطة عليه، واحد عليه قرض حتى في الحلم يحلم به واجل متأذي منه، واحد عليه شيء أمر جديد يحلم فيه يروح وياه إلى الحلم، طبعا هذا ما له أثر. أما الرؤى كما قلنا وموجود في رؤية النبي يوسف عليه السلام وقصة النبي يوسف كلها مبنية على الرؤى. فهذا الفرق بين الرؤى وبين الحلم. والحلم والرؤى تتحقق عادة ولو بعد حين، والحلم إليه أي نوع من التحقق. شنو نتخلص من العادة والتعود على العبادة؟ احنا نتعود على العبادة مثل ما تكلمنا في ليلة التوبة. في ليلة التوبة شنو قلنا؟ قلنا الفكرة، الفكرة عليها، الفكرة الموجودة في عقلك اللي تدعوك إلى الذنب اقضي عليها ينتهي الأمر. أما إذا الفكرة كانت موجودة وتخمرت وصارت اعتقاد وصار بعدين عواطف وصار فعل، ما أكيد اقضي على الفكرة من البداية وبتتعود. خلي الفكر مالك يتحرك في هذا الجانب، أنا أريد أن أرضي الله سبحانه وتعالى. خلي هاي الفكرة هي اللي تتخمر في عقلك، إذا تخمرت هذه الفكرة في عقلك بتصير اعتقاد، وإذا صارت اعتقاد صارت عواطف، وبعدين راح تصير سلوك. أما إذا تخمرت واحدة ثانية ما راح يصير. والحين خلونا نروح إلى واحد تخمرت في عقله فكرة الذنب. هذا مجرم، وهذا المجرم حتى وإن كان الإحسان متوجه إليه لا يجاز الإحسان بالإحسان، يجاز الإحسان بالسوء. هذا المجرم الجمال، الجمال الإمام الحسين بيده الشريفة أسقاه الماء، بيده الشريفة جاء إليه وهو يملأه العطش، يشرب الماء ويتدفق الماء من القربة على وجهه، مو جاي يسيطر على هذه القربة. يقول له الإمام الحسين أنا خراوية، مو جاي يفهم على شيء يقول. فجاء الإمام الحسين ومسك القربة وأخذ يشربه الماء،
لكن شلون جاز الإمام الحسين؟ جاء إليه في يوم العاشر بعد مقتله وقد سلب القوم كل ما عليه، وأراد أن يسلب هذه الحديدة التي تربط سراويل الإمام الحسين. تقدم إليه أراد أن ينزعها، حرك الإمام الحسين يده اليمنى وضعها على تلك الحديدة. أراد أن يحرك يد الإمام الحسين ما استطاع، التفت وإذا قطعة سيف مكسورة موجودة في جانبه، أخذ هذه القطعة من السيف المكسور وقطع يد الإمام الحسين. أراد أن يأخذ هذه الحديدة، حرك الإمام الحسين يده اليسرى وضعها عليها، أراد أن يحركها ما استطاع، عمد إلى قطعة السيف المكسور وقطع يد الإمام الحسين اليسرى. يقول الجمال: وبينما أنا كذلك وإذا بي أرى الأرض قد اهتزت والسماء قد اسودت وأغمي عليه وأنا مغمى عليه، وإذا بي أرى سحابتين تنزلا من السماء، السحابة الأولى بها رسول الله وعلي المرتضى والحسن المجتبى، السحابة الثانية بها مرأة جليلة مجلببة بالسوار تقوم وتقع وهي تنادي: من الوالدة؟ والقلب لها فيان ودور عزبني وين ما كان، أويلي على ابني المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان، يا أن لعبت عليه الخيل ميدان. نزلوا عند الإمام الحسين، اجتمع عنده، أخذه رسول الله أسنده إلى صدره، جاءت فاطمة وإذا بها ترى ابنها مقطوع اليدين، سألته: بني حسين، من الذي قطع يمينك؟ من الذي قطع شمالك؟ وإذا به يرفع يده المقطوع يشير على الجمال: أمّا هذا الذي قطع يميني، هذا الذي قطع شمالي، مد بوسكنا يمين وقطعها ومد الشمال، رد براها والأفلاك الزلزلت والعرش مال، نزل خير الرسل طاها والوصيف أحل الرجال، والزكي والزاكي يما والشعور من الشرى، قعد والراس بيمينه يصيح: يا جد الرسول الأشكي آلامي لأبويا المرتضى وام البتو، رضى والعدوان صدري على الثرى أبداس الخيار، وشالوا براس اخوتي وراسي وحريمي مشهره. جاءت السيدة فاطمة جلست عند ابنها، من دماءه تخضبت والصيح: يا ابني يا غيور، يتمت سكنة وزينب ضيعتها بها البرو، مخدرة زينب ولا هي معودة تركب الكون، شلون يا ابني تتركك مرمي على حر الثرى؟ ما تركته ولكن يا الله أسألك
اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهرة والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا. سهل مطالبنا، اقضي حوائجنا، فك قيد أسرانا، شافي مرضانا لا سيما المنظورين ومن سألون الدعاء. اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك، والبسهم اللهم لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. المؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع، اللهم تقبل منهم أعمالهم ولموتاهم وموت الحاضرين، ومن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.